او البيوتين. ده طبعا فيتامين اتش بتشتريه من الصيدليه، في منه اكسترا سترينث وفي منه انواع كتيره. مش هتكلم على كل حاجه عنه، بس هتكلم على كذا حاجات التساؤلات اللي احنا بنسالها. اول حاجه لازم نفهم ان هو مش بيطول او مش بيطلع الشعر اللي راح، اللي راح راح خلص، هو بس بيساعد الشعر الموجود ان هو يطول بسرعه ويجرو ثيكر، يبقى اتقل، لكن اللي وقع وقع جام خلص، فهو بيساعد على بيشتغل على الشعر الموجود. الحاجة التانية انه الناس اللي بتقول ان هو بيطلع شعر الجسم والكلام ده كله، الكلام ده صح وغلط. صح لو انتي اوريدي هو بيشتغل على الهير فوليكل، فطبيعي يعني مش معقولة ان انا اخد القرص واقول له خلي بالك انا عايزة تشتغل على السكالب هير، مالكش دعوة بالبيتش فاز ومالكش دعوة، يعني مش منطقي. فهير از هير، فهو بيشتغل على كل الهيرز فوليكل، فانا لو اوريدي من الاول عندي شعر يس هيطلع لي هيطلع لي الشعر اكتر، لكن لو ما عنديش اوريدي هير فوليكل، ما عنديش شعر من الاول في الحتة دي، مش هيطلعه. listen، يعني الحاجة الوحيدة برضو عشان نبقى فاهمين علميا، الحاجة الوحيدة اللي تطلع لي شعر في أماكن ما كانتش موجودة قبل كده هرمونز، حاجة عندك تستوستيرون عالي، هرمونال imbalance، دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تطلع الشعر في أماكن ما كانتش موجودة قبل كده. فالبيوتين ملهوش علاقة بالقصة دي. لو انت ما عندكيش شعر من الأول مفيش مشكلة، لو عندك شعر خلي بالك، خاصة لو بتعملي ليزر لأنه هيطلع شعر جسمك كله. طبعا هو موجود في الاكل، في الليفر، في السيدز معينه، في الافوكادو، سويت بوتيتو، موجود في اكل كتير. لازم نفهم ان هو بيتعارض مع بعض الادويه، الناس اللي بتاخد لبيتور وكراستر والحاجات دي، فبرضه انت محتاجه تعملي تحاليل عند الدكتور وتاخدي الريزلت وتوريها للفارماسيست وتبتدي تشوفي الدوز المناسبه، لان unfortunately التركه اللي موجوده في البايتين انه الادفيرس افكت بتاعته او لما بتاخدي تو ماتش ده بيخلي شعرك يقع مش بيطلع، فاحنا عشان كده لازم نبقى عارفين الدوز المظبوطه ومش بكتره، مش عشان اكسترا سترينث 5 اضعاف ممكن انت اصلا ما تبقاش محتاجاه. برضو في ادويه معينه، الحاجات الانتي سيجرز والحاجات دي برضو بتاثر يعني على الافكت بتاع البايوتين، فتاني محتاجه تسالي الفارماسيست او الدكتور قبل ما تاخدي حاجه زي كده. Thanks for watching and have